من جانبه أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان السيد سعيد بن محمد الفيحاني أكد أن دولة قطر تعامل العمالة الأجنبية التي استقطبتهم لتنفيذ مشاريع مونديال 2022 بكل قسوة، حيث افتقدت للتعامل الإنساني والمتحضر ما أودى بحياة 1200 عامل، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد خلال السنوات القليلة المقادمة. هناك حوالي 1200 شخص ماتوا بسبب ما حصل لهم من سوء معاملة في أماكن العمل. هناك ساعات عمل طويلة، هناك طبعا أوضاع مالية مزرية، بعضها تم تعديلها لكن البعض لا زال، إضافة إلى العناية الطبية، فهم أمور مختلفة لا من الصعب حصرها، لكن هو تدخل ضمن سوء المعاملة. احنا نتحدث عن انتهاكات، الانتهاكات موجودة ولا زالت موجودة. قامت قطر ببعض الإصلاحات صحيح، هذه شيء معروف، لكن الانتهاكات لا زالت وهناك معاناة، ومن المتوقع أن مستقبلا إلى أن تنتهي الإنشاءات في المنشآت الأولمبية أن يتوفى حوالي 2400 عامل. الآن تقريبا 1200 توفوا، فهذا العدد مرشح للزيادة للضعف.